بالنسبه لاسعار العملات، والذهب دايما بيبقى معانا تحديث لاسعار العملات المتداوله. طبعا في البدايه بنبدا بالدولار الامريكي اللي سجل شراء 18 جنيه 52 قرش، البيع 18 جنيه 58 قرش. بالنسبه لليورو ف 20 جنيه و4 قروش للشراء و20 جنيه 31 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني وصل ل 24 جنيه و13 قرش شراء، بيع 24 جنيه و32 قرش. الريال السعودي 4 جنيه 93 قرش للشراء، وبيعه ب 4 جنيه 95 قرش. الدينار الكويتي ب 58 جنيه و32 قرش للشراء، والبيع 60 جنيه 85 قرش. طيب اللي بيتابع طبعا كمان اسعار الذهب، فطبعا التحديث اللي موجود معانا النهارده بدايه من عيار 18 سجل 934 جنيه، عيار 21 سجل 1090 جنيه، عيار 24 وصل ل 1246 جنيه، والجنيه الذهب سجل 8720 جنيه. هو ده كان